هلو هامسترز، في هذا الفيديو جيت باش نشارك معكم الطريقه كيفاش نديرو نحلو الديلي صفر ديال اليوم ونحصلو على الكود مورس. فلا بغيتو تحصلو على الديلي صفر ديال اليوم، ما عليكم الا تبعوا معايا لي زيتاب سويفون. اول حاجه كنديرو كنضغطو على الديلي صفر. اذا بعد ما ضغطنا على الديلي صفر عندنا الكود مورس ديال اليوم اللي غادي نبداو باول حرف ديالو اللي هو اي، واللي كنحتاجو فيه نقطه نقطه، وغادي نطبقوها بهذه الطريقه نقطه نقطه. اذا بهذه الطريقه كنحصلو على اول حرف في الكود مورس ديال اليوم اللي هو اي. دابا غادي نمشيو للحرف الثاني اللي هو ان، واللي كنحتاجو فيه تيغي نقطه، وغادي نطبقوها بهذه الطريقه تيغي نقطة. إذا بهذه الطريقة كنحصلوا على حرف N. دابا غادي نمشيو باش نحصلوا على حرف S واللي كنحتاجوا فيه 3 بوان، وغادي نطبقوها بهذه الطريقة نقطة نقطة نقطة. إذا بهذه الطريقة كما كتشوفوا كنحصلوا على الحرف الثالث معنا في كود مورس ديال اليوم. دابا غادي نمشيو على الحرف الرابع اللي هو P، واللي كنحتاجوا فيه نقطة تيغي تيغي نقطة، وغادي نطبقوها بهذه الطريقة نقطة تيغي تيغي نقطة. إذا بهذه الطريقة كنحصلوا على حرف P. دابا غادي نمشيو باش نحصلوا على حرف E واللي كنحتاجوا فيه 2 بوان، وغادي نطبقها بهذه الطريقه نقطه نقطه. اذا دابا كما كتشوفوا حصلنا على حرف اي. دابا غادي نمشيو باش نحصلوا على حرف اغ واللي كنحتاجوا فيه نقطه تيغي نقطه، وغادي نطبقها بهذه الطريقه نقطه تيغي نقطه. وبهذه الطريقه كنحصلوا على حرف اغ. دابا غادي نمشيو باش نحصلوا على حرف او واللي كنحتاجوا فيه فقط نقطه. وبهذه الطريقه غادي نكونوا كملنا الكود مورس ديال اليوم اللي هو انسباير. اذا غادي نمشيو نقيدوا حرف او اللي كنحتاجوا فيه نقطه، غادي نطبقها بهذه الطريقه نقطه. وبهذه الطريقه كما كتشوفوا كنكون حصلنا على الكود مورس ديال اليوم، وحصلنا على الديلي صفر والبرايز اللي هي 1 مليون كوين. وبهذه الطريقه كما كتشوفوا كنكون نجزنا جميع المهام اليوميه ديال هامستر كومبات. فاذا كنتي انت مهتم بانجاز جميع المهام اليوميه ديال هامستر كومبات كما كتشوف قدامك، فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش خلينا لايك وتعليق زوين. نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.